بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب لهداية المستهزئ وتحدي المرتاب، وصلاة ربي وسلامه على النبي العبد السيد الأواب وعلى أصحابه وآله الأنجاب اكتفى ترهم السنبي وداهم إلى يوم المآب. نتابع حديثنا عن خاتمة الفصول وما اتصل بها من معاني الوصول أدبا في المقام. وقلنا بأن للكتاب أسامي، الإعلام منها في الأشهر القرآن ثم الكتاب ثم الفرقان ثم الذكر، ولحق بها الوحي. قل إنما أنذركم بالوحي بهذا الكتاب، وكلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هو في محل القرآن، تسمع القرآن كلام الله. ومن التنزيل، تنزيل كتاب من الله، يضاف الكتاب حين ويجي غير مضاف للكتاب، تنزيل من العزيز الحكيم، كتاب الحكيم. وباقي قلنا الأسامي كالهدى، هذا هدى، هذا بصائر، إشارة إلى الكتاب، إلى ما جاء به بصائر، شفاء، وشفاء الرحمة، هذه كلها في الحقيقة صفات تكشف عن حول القرآن وما يوصف به في جوانبه وتحججه. وأهمها أحيانا تعرف القرآن من خصائصه في البيان الإحكام والتفصيل، والإحكام نوع من الإجمال الغاية في التركيز إلى حد الإعجاز، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، التفصيل إفاضة وبسط، والإحكام طي بشرطه، طي إيجازي بغاية. فلذلك هذه الصفات أحيانا تطوى وأحيانا تنشر بحسب المقام، حين يقول ونزل من القرآن ما هو شفاء لدفع العلل ورحمة لجلب الحلل. الإنسان في أشياء ينبغي أن يتخلص منها وأشياء أخرى ينبغي أن يتخصص بها، لا بد له من أشياء تجتنب وأشياء تجتلب، في أشياء تمتثل وأشياء تعتزل. ففي القرآن ما يعالج الجانبين، في شفائية لعلل دخلت الروح والنفس، وقل أحيانا ويجيء منها ما هو شفاء أيضا، هو من خصائص الكتاب شفاء للعلل الظاهرة، تعودات النبي صلى الله عليه وسلم من الأوجاع الظاهرة بالتعود، ومن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. والدابة في اللغة كل ما يجب ويتحرك، رأيته ولم تره، فيدخل في إحجاد المهوش والموسوس به المسمى فيروس كورونا، ده يدخل دابة لا ترى. فتتعود الله بالذي يدب إليك أو يدب منك إلى غيرك، وهذه الأشياء المنتقلات والمحتضنات والتي تبحث عن أشياء قد تدق الرؤية الناس وتكون بابا للألوان من الفتح العلمي، والباب مشروع. يقول شو أنتم ضد العلم؟ أبدا، ولكن لا نذهب معه إلى حد لا وسير وسوسة، فهو ضد الله فيما لا تعلم، وخذ بالحكمة فيما تعلم، لأن ترك السنن مخالف للحكمة، والله حكيم. وترك التوكل يفتح باب الفتنة عليك فيما لا تدري، وباب التحير وباب فشاد الأشقاء. الإنسان خوفه هو هنا وهنا 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 وانت ما عارف والو. قال أهل العلم التوكل على من له الكل، شكون هو؟ كلية الأمر والخلق، ألا له الخلق والأمر، ماذا بقي بعدهما؟ الخلق إيجاد والأمر تدبير الموجد، تدبير الموجد إلى غايته ونهايته، فهذا وراءه، هذا له الكل. فإذا طاعة الأسباب سنة وحكمة،
التأويل تفويضا على مشبه الأشباب ورب الأرباب، هذه عقيدة، إيمان، التجاء إلى الركن الأركن في باب الاعتقاد. رجعونا في أسماء القرآن، مفاتيح الفهم فيه ونوافذ للاطلاع على الكنز المسمى وحيا، وحي كمال، وحيا جاء لترقيتنا، تخليصنا مما يضاد الكمال فينا وشيئتنا للجوار، خلودا في النعيم الأرقى. متصورش الأشياء بتصورات مادية بسيطة. القرآن، تسمية القرآن بهذه الأسماء المختلفة، كل منها تنويه بجانب. هذا الكتاب الوحي حق بأن يقرأ، وحق بأن يدون ويكتب. ليش؟ لأنه من جهة فرقان، والفرقانية غاية البيان والتمييز في موارد الوهم والاشتباه. هو أيضا من حيث المعنى ذكر قوت روح، ريو القلب ذكر الله، فكأنه ذكر غذاء للروح، وفرقان غذاء للوعي والفكر فيه، فكان اسمه بالمضامين المنورة المطهرة. إشارة إلى صورته في الوعي حفظا قرآن أو في اللسان قرآن، وإلى صورته في الكتاب، فإذلك نقول في القرآن هو الوحي المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المقروء بالألسنة، المحفوظ في الصدور، المسطور في الكتاب، الذي جاء لثلاثة أمور وهي المقاصد، وبها عرفت العناوين المسمات أعلاما وأساميا. هذا المقاصد مازال للتهدي، معنى التهدي هو هداية الناس على مراحل، تهدى لا أن يهدي إلا أن يهدى كما في القرآن، تهجي الاهتداء على مراحل، لأن التفاعل يدل على الارتقاء درجة درجة. لهذا جاء الكتاب، كن ربانين بما كنتم تعلمون وتعلمون، جاء للتهدي، هذا مقام إصلاح، إصلاح النفوس الأفراد، إصلاح أوضاع الجماعة، إصلاح نظم الأمم، وكلها مراقل في الاهتداء. وجاء للتحدي، تحدي المستريب والمتحير والمنكر أيضا، والتحدي هنا مراد بقيادته بالدليل إلى أن يدعن. ولذلك تعددت وجوه أبواب الإعجاز والتحدي، تعددت، فهي للفصاحة بلغته، وللعلم حديثه عن العلم في عناوين لا تخالف من تأتي لمعرفة، بل تفتح الباب للمزيد، سنريهم آياتنا. والآن شو بصدد الحديث عن عناوين المفاتيح للعلوم الكبرى، حتى اليوم علوم مادية كبرى، سواء في الحساب ولا الرياضيات ولا ما فوق الفلك، ولا حديث عن مقاييس الكون، ولا عن الأنواء والأنوار. إشارة إلى أن صاحب هذا الكلام هو خالق هذا الكون، والمتحدث عن هذا الإنسان في أغوار نفسه هو الذي خلق هذه النفس من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له، ثم هو كما شاءنا فرقان. في إشارة إلى صورته الأولى في التنزيل، نزل مفرقا، وقد يغفلها بعضهم منهم شدنا، أن شدنا أن فرقان نزل وقرآنا فارقناه لتقرأه، لأن في فرقانيته تنبيه على معاني تربية. القرآن نزل حسب الوقائع، حسب الأحداث والوقائع، وجمع بحسب أسرار الجوامع والبدائع، فلهذا محله ولهذا حله، سببه المسوغ له. نزل بحسب الوقائع، ورتب بحسب المعاني الجوامع
توقفي من رسول الله في الآية اتفاقا وفي الزوار إلحاقا، هو مسمى بإجماع الصحابة في المكتوب ولا مخالف. إذن صورته الخطية وصورته النطقية أشار إلى صورته في التنزيل كيف نزل، وصورته في المعنى ذكر مذكر، ذكر بآيات الله تعلقت بالأحكام، بآياته تعلقت بالأكوان أو بالإعلام أنباء الغيب. كانت في عالم النفس مثل ما بالغيب القائم والوجود الدائم، يعني الدائم هو المستمر المضطرج إلى أن يشاء الله ونهايته. والغيب الآتي كان غيبا أخرويا أم غيبا في الوجود؟ القرآن يتحدث عن هذه الأشياء وكلها بطبع الصدق والعدل، صدق المضمون أو المضامين وعدل العناوين والموازين. موازين أحكام النظم، والعناوين ما يسمى بالنظم الأسلوبي، إنه عنوان بجاعة الكتاب، عنوان بجاعة الكتاب وخصوصيته. أسماء تشير إلى مستويات أو جوانب من الكتاب ينبغي العناية بها، يعتني بحفظ هذه الصور الثلاث. لابد من معرفة سبب نزوله فرقانا، لمعرفة السبب تعين على فهم المسبب مرتبع عليه، ولذلك عدت هذه من استمدادات علم التفسير. ما يحتاج للمفسر يقف على أسباب التنزيل. والأسباب عندنا قسمان، أسباب خاصة، وهذه المسمات في المصطلح بأسباب النزول. كل آيات التي نزلت في خصوص أمور بعينها جوابا عن سؤال حصل أو عن واقع عقب حادث حدث، نزلت عقب سورة الحجاب، عقب سورة بدر أو أحد، التي نزلت في سؤال قد سمع الله قل تجادلك خوله بن ثعلبة إلى آخره. أسباب نزول خاصة وأسباب نزول عامة، وهي الحاجة إلى هذا التنزيل، وهو الحاجة إلى البعثة. البعثة كانت عن حاجة، ما كان الله ليبعث محمد في الزمن المعين دون حاجة إليه أبدا، وما كان لينزل آيات بعينها ولو لم يكن لها سبب خاص دون سبب عام. ولذلك احتاج طالب المعاني للقرآن وطالب تفسيره أن يقف على أخبار العرب الذين نزل فيهم القرآن أولا، حين يسمعوا أنه رب الشعراء. والشعراء اليوم نجم معروف ومعروف وله اسماء مختلفة في اللغة، ونجم له شأن. وكان العرب لنا كانت عند من علومهم علم الأنواع، أصحاب تسمع الجاهلية أن لم يكن لهم علم مطلقا لا بجل، هذا علوم على جريم. كما يقول الناس اليوم ارتقت العلوم المادية ولكن تدنت العلوم النفسية والإنسانية والتدينية، فإنسان بالغ في علوم المدنية ولكنه ساقط أخلاقا ودينا، وهذا عرف عرف حتى في عباقرة. قالوا كان نابليون كان عبقريا في الحرب ولكن دنيئا في جوانب أخرى، وعرفوا بها. وإذا قالوا الفرق بين العبقرية والنبوءة أن العبقرية امتداد في ملكة في موهبة، بينما النبوءة امتداد في كل المواهب على نحو متوازن يجعل هذا المخصوص بهذا اللون من الوان الامتدادات في الكمالات مخصوص بفضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا الله أعلم حيث مكان المناسب لإنزال الوحي. إذن عندنا هذه أسماء القرآن، أسماء جاءت معا ترشد إلى جوانب ينبغي أن يحفظ القرآن فيها فيجود نطقه ويحفظ عن نحو الذي وصلنا، الترتيب الذي انتهى إليه، السور 114 هذا هو الرجع عندنا، بالترتيب الذي وصلنا قرآنا تلوا. ولذلك
الحمد لله إلى اليوم لا يزال الإسناد النطقي والأدائي القرآن. إسناد أدائي، يعني يمكن الإنسان يزعم يقول الحمد لله يعني في الجملة هكذا القرآن كان يقرأ في الجملة، لأن بغي ندعي ذلك في كل جزئية طول الزمن. يقول لا نقول القاف لم يكن ينطق قافا مستعليا، فلذلك ضبط علم الأصوات وعلم الحركات وعلم الموازين كل شيء، وعلم الإيقاعات كل هذه الألوان، وعلم الفواصل وعلم كل هذه الأشياء خدم علوم تخدم القراءة، وعلوم تخدم الرسم والكتاب بسبب علوم المصحف إلا ما سبق أن هناك عليه من جزئة وغيرها، وعلوم تخدم الفرقانية منها ما يرجع لسبب التسجيل التي سبقت، ومنها ما يرجع لفرقانية شيء معنى والتي خدمت أحكامه وبيانه ومجازه ولغته استعمالاته إلى آخره، وضبطت غريبة، يعني لا يمكن أن تدرك الفرقان وأنت لا تعرف الفرق بين كلمة وكلمة، بين خلق وجعل، وهما متقارنة لا تعرف أن لها فرقا، قد تساويها وقد تزيد عليها وقد تنقص، فيكون خلق في الإيجاد الذات وجعل في تخصيص الذات بوصف، خلق السماوات والأرض هذا إيجاد، وجعل الظلمات لأن الظلمات النور نتجت عن ذوات خلقت قبلها، بالك؟ فأحيانا هذه الأشياء لا يمكن أن تصل إلى فرقانيتها إدراك الفرق فيها إلا وأنت مدرك لعلوم كثيرة تخدم فرقانية الكتاب، وهي علم الغريب وعلم البلاغة والنظم وعلم الأسرار، أسرار التراكيب والعطف الذي قيل فيها هي البلاغة، قال في أحدهم ما البلاغة؟ قال العطف الفصل والوصل، كيف وصلت هذه لها بحج الله؟ والذكر وتقول ثم علوم التي تخدم الذكر، تعلمون هذه كلمة الذكر تتخص بالمعارف التي تخاطب الباطن فؤاد، المواعظ، الرقائق، هذه أخص بوصف الذكر من مطلق الذكر، فالعناية بها من علوم الذكر، علوم الرقائق في تسمية السني، علم القوم، علوم القوم، سميها علم السلوك، سميها الأخلاق، سميها التصوف، العلم بشرطه في هذا الموضوع علم الذكر. ولذلك سيدنا الشاطبي لما أراد أن يتحدث عن التكبير عند بعض القراء كابن كثير من الرواية أو من أحدها، أو عند بعضهم التكبير يسمى بالتكبير العام عند كل القراء كما هو الشأن للجزائر رحمه الله، قدم له بحديث الآن عن الذكر، لأن التكبير ذكر، مذكرون باش بالله، الله أكبر تذكير بأكبرية الله المطلقة التي لا تحاديها عظمة لا تدنم منها، وتخصصه بالأكبرية شأنا وفعلا وجاهة وكمالا وجمالا، يجعل المعتقد يرى كل شيء دونه صغيرا وبهذا يحس بالمجد، ويراه ملجأ ومأمنا وملادا، فهو بهذا الاعتقاد قوي وبه مستنج ومنه مستمد، وهذا دور العقيدة في قوية شخصية المؤمن وضم الجماعة إلى هذا الرحاب القوي الآمن. ذكر تسبيح أو تهليل أو كذا، وذكر صفات الله وأسمائه أعظم آية سيدة القرآن، الله لا إله إلا هو الحي، الحياة كمال الذات، القيوم، القيومية كمال الفعل، الذي الكل قائم به ومستند إليه مددا، إذن الكامل المكمل الله، أعظم آية الكتاب تتحدث عن أعظم معلوم بأجل علم هو الحديث عن كمال الذات العالية. ذكر حين ننتقل اسم الوحي عندما سماه به، الوحي هو صورة الإلقاء، صورة التلقي، وهذه أيضا تشترك مع القرآن، وغفلت التنبيه عليها، القرآن تلقي سماعا، فإذا قرأناه أي عليك فاتبع قرآنه، قرأناه بواسطة جبريل عليك
في مكان جبريل واسطة فيه، وقرأناه عليك مباشرة فيما كان مباشرا. والله تبارك وتعالى في سورة في حميم، احد السور الحواميم، وهي حميم الوسطى، سورة الشورى، فيه صور الوحي، وما كان بشر ان يكلمه الله، صور تكليم، الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما شاء بواسطة الملك او بشماع دون رؤية او بوحي إلام او كلام دون حاجة الى شيء من ذلك. انه لا يشترط في الوحي ان يكون لغة كلاما بالنسبة لله. يسمح لكم تكون الله يكلم الكل، يكلم السماء والأرض، قال لها وللأرض هي طبعا قالتا سمعتا بغير أذن ولا وقالتا، وهذا ولا شيء. نقول أنا فقط إن هذه استجابة دلالية على حاجة قولي المفسر السماع، ويمشي لا يسبح بحمده. وتسبيح فرع المعرفة، كيف تسبح أنت لا تعرف؟ لا تعرف. ويسبح بالحمد، يسبح تنزيه ويحمد بهذا التسبيح وصف كمال، فهذا عنوانان للمعرفة العالية. وإلا يسجد، والسجود خضوع عن علم وعرفان، وليش معنى فالكون إذن مسبح ساجد، وتسبيح معرفة، والسجود انقياد وخضوع. وهذان فرعان عن الإدراك، وهذه حقائق ينبغي أن نسلمها ولا نغفل أن فيها أيضا تسبيح عندها، وهي من القسم ما يسمى بالمعرف بالدلالة أو العارف بالدلالة، لا تسبح عنده ويطلق على المجاز، يجوز هذا أيضا لا نمنعه، لكن إطلاقه على الحقيقة أظهر ولا مانع من جهة القدرة، لأن قدرة الله صالحة لهذه الأشياء. وقد جاءت بعض المعجزات كاشفة عن هذه الحقائق، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا يسلم عليه بالنبوءة قبل البعثة، يقول السلام عليك يا رسول الله، هذا كشف عن هذه الأمة. وسبح الحصى وسبح الطعام بكفه، هذه النماذج الحديثة، هذه الحقيقة التي سترت عنا. وكلمه البعير، شكى إليه صاحبه الذي يدئبه وحمله على الشاق، فشكى يا رسول الله. ثم بعد أن كلم النبي صاحبه عاد الجمل فسجد أو خضع بين يدي رسول الله اعترافا، كانه فهم أن رسول الله ما صنع. فليس الذي علم منطق الطير والدواب وسليمان وجاءه، إنما هو إذن الخاتم، لأنه لا يمكن أن لا يكون للخاتم الأكمل الأتم أن لا يكون له ما كان لمن هو دونه على ما ثبت في مراتب الأنبياء. تلك الرسل فضلنا رتبنا، فضلنا تلك الرسل كلهم، تلك كلهم أولئك بإشارة البعيد للمكانة، ولكنهم مراتب حتى من يمكن أن نقوله يعني بالقياس أدنى هو أعلى في نفسه، أعلى في نفسه. سميته بالوحي، هو الوحي في اللغة، هو الإفهام بسرعة وخفاء. شوف شو هذه اللي قلت له المراد مما تريده من كلامك، بسرعة بأقصى أنواع السرعة وعلى وجه الخفاء حيث لا يدركه غيره. قل هذا أوحى، ومنه الوحى أي السرعة. فأوحى إليهم، تفسرت رمز إليه، أشار إليهم إشارة مفهمة بغاية السرعة، لا تحتاج إلى نطق ولا إلى زمن للفهم. دهينا لاحظت أنا شوية شيء تنجعنا نشم وشي شوية مش حاجة من هذا الغيب لسمى وحيا. ولذلك من أسماء الوحي، من أسماء الوحي الغيب، عالم الغيب أي الوحي، فلا يضر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكهم بين يدي ومن خلفه رصدا لإنزال الغيب والوحي. مرادنا بالغيب الوحي. ومنه استوحى سيدنا الرازي فخر تسمية تفسيري بقوله مفاتيح الغيب أي مفاتيح الوحي. أسمعنا بأن سؤال الرازي هذا ولا شيء، بلغ في علوم العقلية كذا كذا، ثم أطلق على تفسيره مفاتيح، ما أنا كان يملك مفاتيح الغيب، لا مفاتيح الفهم في القرآن.
الناس ملتزمون بالنص مرتبطون به، هذو أئمتنا. هذا القرآن صاحب هذه الأسامي المنبه عليها بهذه المعاني. فصوله خصص باسم هي كما سمى كل كما خص كله أو بإطلاق كله جزءه بالقرآن. خصص فصوله باسم السور، فصوله كل فصل اسمه فصل. وهذه فصول أنا استوحيتها من الفصل بالبسملة بين كل سورة وسورة. حديث كنا لا نعلم جاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، لا حد قولين في أن بسم الله نزلت للفصل أو اختيرت من الصحابة للفصل تبركا بكتاب سليمان. هذا بحث البسمة لا يجيبنا إن شاء الله، هل هي آية في الفتحة فقط أو من كل سورة؟ وهذا أضعفها، لأن هذا متفق على أنه ليس من كل سورة. هذا الفاتحة فيه الخلاف، يجي هنا أصحاب الكهف لا خلاف، أصحاب الكهف شو الكهف؟ المكيون والكوفيون عندهم بسم الله فاتحة في الفاتحة، والباقون المدني والشامي آية، ليش آية في الفاتحة؟ من الباقي في الأصل فيها أنها اختيرت للفصل وسميت سطر البسملة، وهكذا تكلم عثمان في حالة الجمع. ماشي؟ قيل له لماذا تركتم سطر البسملة بين الأنفال وبراءة؟ سطر البسملة معنى السطر، كي تتستروا تتميزوا بين صورة وصورة، هذه انتهت وهذه ستبتدي. هذه إذن فصول وسم مفصل، مفصل لكثرة فصوله هكذا في التاريخ. وفصول هنا أو لتقاربها بسم الله الرحمن الرحيم من القتال ولا من سورة الحجرات ولا من إلى آخر الكتاب، كثيرة فصول. وصحف المفصل من القتال منجلي من تمت الآخر، وفيه أوساط في صوال وفيه أوساط وفيه قصار من الضحى لآخر الختم، قصار وشيء كثرة فصوله أي صوره مفصول بعضها من بعض. هذه الصور هذه الفصول سميت في الاصطلاح صورا، والقرآن هو من جملة من سماها في التحدي. قل فاتوا بسورة من مثله، وسماها نصا في قوله تعالى سورة أنزلناها، صدر سورة النور، هذه سورة أنزلناها فرضناها. وكان الصحابة في إطلاقهم يعرفون، يقول في سورة كذا ذكر كذا، وكان النبي يقرأ بسورة كذا وكذا، هذا محفوظ بتراشم. ومن معاني السورة أشياء ينبغي أن تحفظ. إذا قلنا بأنها الأصل فيها الهمز ثم أبجلت، وهذا يبدو ظاهرا، كانت أصلها السؤر ثم أبجلت على القياس فصارت سور سؤر سؤر، همز الساكنة قبل أضم أبجلت واو على قاعدة البدل، هذه قياسية. هذه بدل الحجازيون لم يكونوا يهمزوا الوسط، هذا الفصيح عندهم. وتميم ومن معها ولا يهمزون، فكثر نزل القرآن على الفصحى فلم تهمز فيه في قول من الأقوى في قراءة من القراءة المتوترة، ما همزت سؤر كيش نقرأ السورة في سؤرة أنزلناها، ولقل فاتوا بسؤرة أبدا، هذا في المتواتر. فإذا كان أصلها الهمس ثم أبجلت أن تكون من السؤر الذي هو البقية أو الفضل، يقول هذا سؤر الشراب، السؤرة هكذا تعنيته لمعنى الوحدة أي القطعة البقية البقية متبقية. وإذا في إطلاقها القرآن له معنى، لأن صوره هي فضل منه، فصل منه وفضل منه. أسأر إذا أبقى، أسأر هذا الشيء أبقى عليه، فهذه بقية منه. فكل صورة هي بقية دالة، بقية دالة. وهذه لكان شيء ودار قد في شيء بقية، تقول هذا لأينا كان فيه شراب كذا، من دلك؟ قال السؤر، هنا هذه البقية من ذلك الشراب الكلي. فهمتون؟ فكان الصورة في حقيقتها الفضل الدال، فصل دال.
البقية. ولذلك وقع التحدي بالسورة لا بالآية، هل صحيح؟ بسورة مثله أو من مثله. وأقل صور الكتاب آية سورة الكوثر ثلاثة. هذيك يقع التحدي بسورة أقصر السورة وما في حكمها من ثلاث آي في موضوع مدهش، يقع التحدي به. أو إنها لا أصل لها في الهمز فتكون من السور الذي الأصل فيه هو الحائط، أي ما يحيط بمساكن أو الدور، سور البلد. أو هي من السوار وهو يرجع لمن الإحاطة، سوار اليد، أساورة من جهب، أسويرة من جهب، كما السوار. السوار دملج، هناك يقولون الدبليج هناك اللغة العربية دملج، وهو السوار الذي يكون في المعصم وهو فيه إحاطة. فكان الإحاطة يعني معنى ملاحظ في تسمية السورة سورة، أن لها مبدأ ومقطع، لا بداية ولا نهاية، ومترجمة باسم وتسمى كذا، هي اسم خاص، سورة الحج سورة. فيقالوا بتعريف طائفة من آي القرآن لا تقل عن ثلاث، لا تقل عن ثلاث مترجمة توقيفا أو كالتوقيف، يعني عندها اسم أوقف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سورة البقرة، هذه سورة آل عمران، هذه النساء، فتكون من الإحاطة، وهذه باين فيها. أو تكون من السوار، وفي السوار جمال، وجمال هنا جمال معنى وجمال مبنى، ولكل سورة جماليتها. إن شاء الله يصل في الدراسة الفنية لك لصور الكتاب وبدائعه، ولو صورة من المعاني، وأجينا إن شاء الله فينا لكل صورة موضوعا صميما وجواريا، وباقي ما تعرض إليه أو طرقه إنما هو مأخوذ مشتق أو منشق أو منبتق عن الصور، عن الموضوع الأكبر في الكتاب في الصورة. ويكون أيضا من الصورة بمعنى المنزل الرفيع، وهذه أخرجت من قول النبي غدبياني في مدح النعمان بن منجر: ألم ترى أن الله أعطاك سورة، هدف مشهور من ضمنها، قيل سورة يعني غضب، سورة هيبة، سورة بالضم والمقدم في ضمن هذا الشعر، هذا ترى كل ملك دونها يتذبذب، سورة ومناسب للمكانة لا للغضب، كل ترى كل زيد ملك دونها يتذبذب ويتهاوى. فعليه تكون السور منازل القرآن، القارئ يعني كانوا يقطعوا المسافة، مسافة العروج، منزلة فمنزلة، المنزل الرفيع منازل القرآن. إذا كانت الوقوف منازل القرآن فصوره هي منازل القرآن حقيقة الشيء، وكنا كلها موصوفة بمنازل الرفيعة التي يستريح في نهايتها القارئ، في نهايتها السائر يستريح إلى مهانها وتمامها، وما أبلغت من حقائق كبيرة في بابها. فالسورة إذن بهذا الاسم الذي له اشتقاقات المختلفة، فيه تنبيه على الجمال من جهة، وعلى الإحاطة والتسوير من جهة، وعلى الارتفاع والعلو من جهة، منزلة الرفيع، وعلى الانعطاف عند، ما هو الانعطاف؟ هو أن أولها يرجع إلى آخرها، وهذا الذي ذكر علماء البداعة من أن مقاطع القرآن في مقاطع الصور ترجع إلى مطالعها. قلنا منه ينبغي العناية به غاية، لأنه يعين على دقة الموضوع، وهذا يجينا إن شاء الله بين يدي دخولي في التعود أو في أول صور الكتاب، تنبيه على بطائق التعريف وما جرينا عليه فيها، وكيف نكتشف موضوع الصورة من عنوانها ومطلعها ومقطعها، هذا أساسيات فاش في التقاط الموضوع، في الاهتداء إلى موضوع السورة من المعينات عليه. ترجمة خصوصا إذا كانت توقيفية، ثم المطلع والمقطع لنوعين عاطفة، فنكتشف بهما
موضوع الكتاب، موضوع الصورة. واضح يا سيدنا؟ جات من السوار ومن السور. تعرفوا السور؟ السور تاع البلد ولا سور القرية وخصوص القضية. أن السور ينتهي في الأخير إلى باب أو أبواب، وينتهي إلى باب كان مدخله صينا ومعروف كمدخل للمدينة. يقول دخل من باب القرية، من باب السور المعروف، باب المشهور للسور، فيعين به. ويكون الباب أيضا فيه تلتقي أول السور وآخر السور، فالانعطاف والتقابل بين المطالع والمقاطع ملحوظ في اسم سور، في اسم سور وفي اسم سوار. لكل هذه المعاني إن شاء الله يمكن نلاحظها حتى نجر قيمة تسمية الأسامي هنا، تسمية لأشياء معجزة ببيانها. فلا بد أن نستجر منها كل ما يمكن أن يكون من المعاني. وأن ابن عاشور في تفسيره واحد الفصل مهم باغي لطالب التفسير نقرأ، وهو: هل كل المعاني المحتملة مرادة لله في هذا الكتاب؟ ينبغي أن تتتبع سواء كانت أصلية أم تبعية، والتبعية درجات أم لا، مقصوده وظاهره والمقطوع به أو الغالب، وانتهى في الأخير إلى أن تكون المعاني المحتملة بشرطها مرادة لله في الكتاب. وهذا سر كونه بحرا، قل له كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. ويجيئنا عجبا، يزيدنا عجبا، بل إن العجب يقجى منه نظرا، انتهي العجب حين نجد الجملة القرآن السورة، والجملة من آية، والآية حجة، الآية علامة دالة على كمال المطلوب في بابه، والآية جماع أمور شاهدة على مصدر الوحي الجامع، جاء القوم بآياتهم جماعتهم، قرب يجعل لي آية علامة على أن ما وعدت به من معجزة نجس. والآية ألا تكلم الناس، أنا لا أستطيع أن تنطق نطقا صريحا، لأن أنا بدأت المعجزة سري في زوجك بإيجاد الولد. أتمنون بكل ريع آية، يعني بداعة، يعني بداعة بناء آية، كما تقول هذه بداعة في البناء، شيء بديع غاية. وقيل مشتقة من أي جامجة، وأي في باب الاستفهام لتمييز المتعدد بما يخصصه. مش واحد قرأت كتب تقول أي كتب خرج أو أي كتاب طلعت، أو ليجيبك بما يعينه ويخصصه، تقول مشتقة من جامد. واشتقاق من جامد فصل في باب الاشتقاق، اشتقاق التأييد من اليد، وعاينا من أصل العين بلك، وهذه اسمها جامد دواج. الآية جمل الكتاب دالة على صدق من تنزلت إليه، ودالة على خصوصيتها انفصالا مما قبلها وانفصالا عما بعدها بوجود فاصلة رأس آية. وهذا علم توقيفي أيضا، وفيه روايات محصورة عددت لنا أعداد الكتاب من العهد المدني الأول والثاني إلى العهد الكوفي والعهد المكي والعهد الشامي وفرعه العهد الحمصي، الأعداد الستة كلها هذا برواياتها، فيها معظمها توقف بالنص وبقيتها ملحق بشرط الإلحاق. وفيها مصنفات خدمت هذا العلم وبينت غاية أهمها ما عندكم في النظم، نظمة الزهر في عد أي الصور، أو نظمة الزهر في عد أي الصور، صور أي صور موجودة نوير ما موجودة. وفيها البيان لما بداني رحمه الله فاصل، وفيها ما كتبه مؤخرا سيدنا القاضي في نفائش البيان في عد أي القرآن، ومن خصوصيته ذكره للعد الحمصي الذي وفره هنا للعد الشامي.
سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تبلغنا به عينا مصائب الدنيا. واتينا اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا وبالوعيث منا، وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا فينا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ويرحمنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين في الليل لا الى يوم الدين، صلاه ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمه واسعه، واغفر لهم ماضيهم من حقك، واغفر لنا ماضينا من حقوقهم. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، استغفرك ونتوب اليك. اللهم رفقا بعبادك ولطفا باوليائك وعناية بأهل ولايتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.